رجعنا لحضراتكم مرة تانية وما زالت التغطية مستمرة في صباح أون لتداعيات حادث الإرهابي بالأمس. احنا كنا تابعنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة منذ لحظات لقطات حصرية أو شهادات. هنتابع مع حضراتكم شهادات حصرية ولقطات حصرية لشاشة أون لايف من داخل مسجد الروضة بعد العملية الإرهابية. هنشوف ده مع حضراتكم، لكن نرحب بالضيوف اللي انضموا لنا للاستوديو معانا على الهواء مباشرة. دكتورة إيمان رجب، خبير الأمن الإقليمي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتورة إيمان، صباح الخير على حضرتك. كمان بيشرفنا لقراءة تداعيات المشهد بالأمس الأستاذة منال ماهر، عضو مجلس النواب. صباح الخير على حضرتك، وطبعا خالص التعازي ليكم جميعا. نشوف سريعا لقطات حصرية وشهادات من داخل مسجد الروضة ونرجع لحضرتكم مرة تانية. السلام عليكم. حضرتك كنت موجود ساعة الحادث؟ اه موجود. ايه بقى اللي شفته ساعتها؟ ما في حد قال لك فنط حد يشوف يعني. انا تشوف حاجة تشوف ما راح تشوف حاجة. في ناس هربت، في ناس كده في تفجير. هم قوم ازاي بقى؟ ضربوا منين؟ هم خش اول ما ضربوا من هناك الشباك يعني. منين؟ قنبلة تفجرت، ضربوا قنبلة هناك. اه تمام. وبعد كده ايه اللي حصل؟ وبعد كده قنبلة تانية رايحة هنا وراها. شوف دي كانت قنبلة اتضربت. اه تمام. ايه اللي حصل بعد كده؟ من هنا الباب ده يعني والباب ده واحد واقف عليه. كان الباب اللي هناك دوت. اه والباب دوت. والباب دوت بس، والباب مقفل. كان كانوا كم واحد كده؟ كيف كان؟ ايه ناس كتيره، كانوا مطوق الجامعه كله. كانت الجامعه كله. اه طب تقدر تقول ايه؟ لا مش عمل هذا. لا عمل ايش يعني؟ لو في عمل ابعد كده ما ضل في عمل. طب تقدر تقول ايه للدوله؟ الدوله دول بنصف العالم كله خلاص. ناس كله عالم هذا كله اجتمع بعضه كله. اللي راف في كل حته. أه؟ اللي راف في كل حته. كل حته يا عم. ما صار كذا يا ناس بتصلي في الجامعه كلهم. يا عم انا شلت عيال 30 واحد. شلتي 30 واحد؟ 30 عيل كلهم. شلت في عربيت زعف بطل صحيح. العرب الله بشيل من صلاه الجامعه لعد حد ذا المغرب ونودي هناك. العدد كام بقى اللي انتم وديتوه؟ العدد اللي مات 235. هذا كنت خشيت عليهم مرمين كله اللي متوفين 235. بس لا زادوا 300. كان في ناس قال انا عديت 235 بس. تمام. ربنا يرحم شهدائنا. سمعنا او استمعنا دلوقتي لشهاده احد اللي كانوا حاضرين في المسجد. ربنا يرحم كل الشهداء ويصبر اهلهم، وبندعو كده لكل المصابين بالشفاء العاجل يا رب ان شاء الله يرجعوا الى اعمالهم وبيوتهم بخير يا رب. بصبح بقى في البدايه على حضراتكم وشرفتونا في الاستوديو. في البدايه كده استاذه دكتوره ايمان، يعني القراءه بشكل عام لاهميه الامن المجتمعي وزياده الوعي المجتمعي للمصريين، خصوصا ان دايما الحوادث القويه المؤلمه اللي بتجيلنا دايما بتيجي بعد ما نكون احنا حققنا انجاز، واخر انجاز كان الاجهزه الامنيه في ضبط خليه التخابر والتجسس التابعه للمخابرات التركيه. الضربه دايما بتيجي موجعه فقط لزعزعة وبلبلة الاستقرار المصري وتقليل ثقة المصريين في القيادة والإدارة المصرية. أهمية الأمن المجتمعي في التوقيت ده. في البداية طبعا البقاء لله في شهداء مصر، ربنا يصبر أهليهم ويصبرنا جميعا. طبعا الحادث ده هو يعني خلينا نحطه كده في السياق بتاعه عشان بس ما يبقاش فيه محاولة يعني للتركيز على جزئية دون باقي الأجزاء. هو الحادث ده مرتبط بنمط جديد من الإرهاب احنا بنشهده في مصر من 2013 بالذات بعد فض اعتصام رابعة والنهضة، اسمه إرهاب المدن أو زي ما بنسميه عندنا في دراسات الإرهاب أربان تيرورزم. إرهاب المدن ده هو دايما بينقي بيستهدف اللي حضرتك بتقولي عليه حكاية الأمن المجتمعي. هو هدفه الأساسي بس يعني مزيد من الفرقة والانقسام بين التجمعات المحلية سواء بقى كانوا قبائل أو يعني أيا كان التكوين بتاع المجتمع. احنا عندنا في مصر ما عندناش طوائف يعني اللي موجود في العراق وسوريا ده مش عندنا الحمد لله. صح لا يطبق عليه. فهو بيستهدف القبائل بصورة رئيسية بالذات التجمعات القبلية اللي هي شديدة التعقيد عندنا بقى في شمال سيناء ومنطقة الغربية مرسى مطروح
امتدادا للحدود مع ليبيا. فضرب الامن المجتمعي دي احد اهداف ارهاب المدن. بيستهدف كمان حاجه بسميها في دراسات الارهاب السوفت تارجت او الاهداف الرخوه. يعني اللي هي بقى ايه الجوامع، المستشفيات، الانديه، زي ما حصل في شمال سيناء، البنوك. حتى لو قلنا ان لازم تؤمن الحاجات دي، لكن مفيش حد يتخيل او يتوقع ده هدف ناس رايحين يصلوا الجمعه. فيعني يحصل تفجير وعمليه، اظن الحسابات هنا الامنيه ما بتبقاش. ما انا عايز اقول لحضرتك فعلا يعني النقطه دي، ان احنا كمان في مصر شعب متدين بالفطره. بالظبط. يعني بالنسبه لنا الجامع والكنيسه مقدسين. طبعا. ولما كان في كوميونتي يهودي في فترات سابقه في مصر، اماكن العباده كلها مقدسه. صح. ومحدش يتصور ان اي حد يقوم بعمل عنف ايا كان بقى، او يتطاول او يعلي صوته جوه هذه بيوت الله. لكن مؤخرا بالذات بعد تنظيم داعش وسيطرته على مناطق في سوريا والعراق وفي شرق ليبيا في فتره سابقه، حضرتك بتلاقي ان الموضوع تغير بسبب عقيده هذا التنظيم او الافكار اللي بيؤمن بها، اللي هي بتنزع القداسه عن اي مكان لممارسه العباده، لان هو الاصل عنده ان يمارس العباده في الخلاء. فبالنسبه له مش فارقه كنيسه من جامع من وفي دول عربيه حوالينا كتير شهدوا في فترات سابقه، يعني السنتين اللي فاتوا، اعتداء على الجوامع. صحيح. يعني الكويت حادث الصوابر. صح. ولما حضرتك ترجع لتفاصيله هتلاقي ان اللي نفذ العمليه دي لم يكن مواطن كويتي، هو مواطن سعودي اتنقل بطريقه غير شرعيه الى هذه الدوله واختار الجامع وقام بعمليه التفجير. في حوادث مماثله وقعت في شرق السعوديه. صح. عندنا في مصر شهدنا موجه الاعتداء على الكنائس. كان في محاولات برضه في فتره الاعتداء على الكنائس ان هو يفجر جامع. يعني بس طبيعه الحادثه اللي احنا محل النقاش فيها دلوقتي تختلف عن حتى الجوامع اللي تم استهدافها سواء في الكويت او حتى في شرق السعوديه. الطبيعه مختلفه تماما عنهم، حتى ان هم كانت الاسباب تقريبا مذهبيه يعني وطائفيه، لكن احنا ما عندناش السبب ده. صحيح. موجود في مصر. فيمكن ده يكون من اقوى الاسباب اللي خلاها الحادثه غريبه، يعني حتى يعني مش مقبوله عندنا، مش مقبوله كمان مصري بصوره كبيره. لكن مره ثانيه ده ليه علاقه، بس عايزين لو اسف المقاطعه، ان الصور دي بتاتينا يعني منذ قليل من امام مسجد الروضه في بئر العبد. دي صور خاصة لشاشة أونلاين. اتفضل يا فندم. وطبعا عملية استهدافه عندنا يعني استهداف جامع في الثقافة والوعي المصري ده مش مقبول طبعا أصلا، زي الكنيسة بالظبط. ومرة ثانية لما حضرتك تبصي على القرية دي تحديدا، ده الجامع الرئيسي اللي بيصلوا فيه. يعني إجمالي عدد سكان القرية دي حسب الإحصاءات الرسمية حوالي 1000 نسمة. ففي جامع رئيسي بيصلوا فيه الجمعة، فاللي يستهدف هذا الجامع ده يعني عايز يوصل رسالتين. الرسالة الأولانية إن هو عايز يزيد الأعباء الخاصة بتأمين الأماكن داخل شمال سيناء على قوات إنفاذ القانون. وده يعني هدف معروف لأي جماعة إرهابية إن هي بتسعى لتحقيقه. والهدف الثاني إن هو عايز يحقق مزيد من الانقسام داخل القبائل السيناوية. فتلاقي الأخبار اللي ليها علاقة بإن لا ده جامع بتاع الصوفية، لا ده جامع بتاع قبيلة السواركة. دي هو التنظيم صار بيت المقدس من الميديا بتاعته، هو بيروج لهذا النوع من الاخبار. هنروح لاهداف اخرى، لكن اروح لسياده النائب منال ماهر. وفي كل حادث ارهابي بنتكلم على دور تشريعي ودور مجلس النواب، وفين قوانين الخاصه بمكافحه الارهاب. احنا عندنا عدد كبير من القوانين، وعندنا دايما اصوات بتنادي بضروره تعديل قانون الاجراءات الجنائيه من اجل سرعه التقاضي وسرعه محاكمه الارهابيين. صح. فنفس السؤال هيبقى متكرر، دور مجلس النواب هنا تشريعيا ايه في ضبط هذه المساله؟ والحقيقه يا فندم اعتقد ان احنا في ابريل اللي فات بمجرد بقى كان لسه بعد الحادث طنطا والبطرسيه تقريبا في نفس التوقيت كانوا تم انجاز ثلاث اربع قوانين. اول حاجه كان في تعديل لقانون الاجراءات الجنائيه لخمس مواد من هذا القانون. احنا ما زلنا في انتظار ان يتم تعديل القانون بالكامل. القانون بالكامل مفترض انه المجلس النواب كان اكتر من حد اقترح بعض التعديلات، ولكن مجلس الدوله اصر ان هذا القانون قانون غايه في الاهميه وانه لابد ان يصدر مجلس الدوله، وبناء عليه قال ان مجلس الدوله هيرسله لمجلس النواب. وقد حدث ان هو ارسله تقريبا في اغسطس اللي فات او في سبتمبر، وعقدت بعض الجلسات الصيفيه لمناقشه هذا القانون، وكان في بعض الكومنتس عليها من اساتذه جامعه في حقوق ومن الفاعلين والاطراف المعنيه، وكان وعده ان هما هيقدموا هذه الاقتراحات مكتوبه ولم تقدم حتى الان. يعني حتى الان لم يقرر هذه الاقتراحات، لم يقرر خلال جلسات الحوار المجتمعي مع الاطراف المعنيه. ولكن
فيما يخص سرعة إجراءات التقاضي، أعتقد أن الخمس ست مواد اللي اتغيروا، خمس مواد اتغيروا كانوا كافلين بسرعة إجراءات التقاضي. تاني حاجة أن في قانون ممكن بعد إذنك بس عشان ما أقطعش حضرتك أستاذة منال، يعني سلطنا بس الضوء على الخمس بنود اللي اتغيروا بيخدموا التشريع القضائي. بالظبط، ممكن بس نسلط الضوء يعني حاجات لطريقه اعلان، طريقه اعلان صاحب القضيه او الشهود او كذا، طريقه استدعائهم، اجراءات النقد، اجراءات التقاضي، يعني حدد تخصيص المحاكم يعني الفنيه بالظبط. يعني فهي خمس بنود لسرعه الاجراءات بتاعه التقاضي. الحاجه الثانيه ان برضو تم تعديل حاجات في الكيانات الارهابيه ومكافحه الارهاب، فصدر الثلاث قوانين، وكمان في الطوارئ، لان الطوارئ دلوقتي يعني ناس كتيره كانت متخوفه من قانون الطوارئ. كان البند الرئيسي اللي بيخوف الناس هو بند الاعتقالات اللي كان بيحدث في العهد السابق، ولكن هذا البند تم تغييره في القانون قبل تطبيق فتره الطوارئ، ان تم تغيير قانون الطوارئ، لا يوجد اعتقالات، ان في حاله ان انه اشتباه انه عنده او ثبت ان عنده مواد متفجرة أو أي شيء يدين الإرهاب، فده اللي بيعتجز، ويحتجز مدة 7 أيام فقط، لكن لا يوجد. ولكن هي بتسهل أكتر إجراءات التفتيش، بتسهل أكتر إجراءات التحري والتقصي عن الأمور. الأربع قوانين صدروا في الجريدة الرسمية 17 أبريل 2017، فمفترض إن هذه الإجراءات القضائية سهلت إلى حد كبير. يعني خلي بال حضرتك ان القوانين عندما تصدر باثر لاحق وليس باثر سابق. فبالتالي يعني حتى لو اصدرت القانون النهارده، انا عندي مشاكل مع الناس اللي في السجون لغايه النهارده ما اتحكمتش ليه، من الاخوان وغيرهم وغيرهم، هل هذا القانون سيسري عليهم؟ هذا القانون لن يسري عليهم، هذا القانون سيسري على ما يتلي ما بعد اصدار القانون، ولكن ماذا عن السابقين؟ ولذلك يعني تخريجه قانونيه او تشريعيه، يعني عشان اتعامل مع الموضوع. هي مش تخريجه قانونيه ولا تشريعيه، هو المفروض القضاء اللي عليه الدور في انجاز هذا الواجب لابد ان ينجزه باسرع وقت ممكن. يعني ما ينفعش ان حبارة يفضل يتحاكم 4 سنين. طب حتى لو قانون الاجراءات الجنائيه اقر، هيستخدم على القضايا التي ستحدث بعد القانون. ماذا عن القضايا القائمه حاليا وعلى رموز الاخوان الموجوده في السجون؟ صحيح. وبالتالي انا اعتقد ان كدور تشريعي هو دور تشريعي موجود، ولكن احنا بنواجه النهارده نوع من انواع الارهاب الاسود، ان انت اساسا اغلب اللي بيدخلوا بيعملوا على عمليات انتحاريه الاغلبيه، والبعض الاخر يندر في الملاحقات انك تقبض عليه علشان يعني اما بتستهدفوا القوات، يعني قليل جدا. استاذ مريم، انا هاخد من كلام حضرتك اتنين للدكتوره ايمان. الرئيس عبد الفتاح السيسي من اول لقائه في الجمعيه العموميه للامم المتحده في دورتها 72 في نيويورك، هو اول من تحدث باهميه مكافحه الارهاب بشكل عالمي على الارض، بعيدا عن البرقيات والكلمات والعبارات. يعني اكتفينا بالكلمات، وبعدها صحح مفهوم في زيارته في فرنسا بانهم ليسوا بجماعات مسلحه وانما جماعات ارهابيه، وكان ايضا اول من لفت النظر بتصحيح اللغه في الصحافه. حقوق الانسان ولجنه حقوق الانسان، واحنا 24 ساعه مهتمين براي حقوق الانسان، وكاننا اقتصرنا حقوق الانسان فقط على المجرم او النزيل في السجون. فجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم ونادى بالدفاع او مقاومه الارهاب حق من حقوق الانسان واحترام لانسانيتنا. كيف نتعامل مع هذه العبارات، وسواء كانت الإعلامية سواء كانت الدولية، يعني في خطة لإثبات الوجود المصري واحترام حقوق الإنسان فعليا، الإنسان البريء اللي عايش في مصر؟ طبعا أنا عندي دراسة مفصلة حوالين استخدام مفهوم الجماعة المسلحة والجماعة الإرهابية في تعامل الميديا الغربية وتقارير الدولية الخاصة بالإرهاب مع ما يحدث عندنا في مصر. وزي ما حضرتك بتقولي، أغلبهم بيستخدموا مفهومين، مفهوم أو ثلاث مفاهيم، مفهوم الجماعة المسلحة، معارضة مسلحة، جماعة متمردة، جماعة مسلحة، جماعة متمردة، وبيقول ان اللي بيحدث في مصر صراع مسلح. الثلاث مفاهيم دول من لما ترجعي حضرتك للاصل، يعني القواعد الخاصة بقواعد القانون الدولي، هتلاقي ان هم ما بينطبقوش باي حال من الاحوال على الوضع في مصر، وضعنا يعني سواء في شمال سيناء او الاحداث الارهابية المتفرقة اللي بتحدث في محافظات خارج سيناء.
صحيح. لما حضرتك بتبصي على الجماعه المسلحه والجماعه المتمرده، عندنا اتفاقيه لاهاي للحرب البريه سنه 1907 بتقول عشان يبقى عندي جماعه مسلحه لازم يكون عندي احتلال، ولازم الجماعه المسلحه دي تراعي قواعد القانون الدولي في استخدامها للسلاح، تمام، وان هذه الجماعه تستخدم السلاح بصوره معلنه. انا لما اجي ابص على انصار بيت المقدس في شمال سيناء ما فيش حاله احتلال، هم اللي محتلين، هم اللي داخلين عندنا اصلا، هم الدخلاء على الدوله. قوات انفاذ القانون دي جزء رئيسي من مؤسسات الدوله المصريه، وبالتالي يستحيل باي حال من الاحوال زي ما بتروج لدى الميديا الغربيه وطبعا الجماعات الارهابيه والمتطرفه باستخدام الميديا الاجنبيه تحديدا ان ده يعني ان هم جماعه مسلحه. الجماعه المتمرده الاصل فيها ان هي في خصومه مع نظام الحكم القائم وهدفها سياسي، وان هي تسعى ان هي تزيد عدد اعضائها عشان تبقى من ناحيه العدد اكتر من النخبه اللي بتحكم. صحيح. لما تيجي حضرتك تطبقي ده على انصار بيت المقدس لا ينطبق باي حال من الاحوال، وبالتالي اي حد يعني بيستخدم كلمه جماعه مسلحه او جماعه متمرده هو عنده اهداف سياسيه بتقفز على الحقائق على الارض، ان ده من الناحيه العمليه. بالظبط. كيف تستطيع مصر اثبات ما يحدث على ارضها؟ واحنا مش محتاجين اثبات من حد، ولكن ما يكونش شكل التعاطف العالم ده يتعدى الكلمات. عايزين ثلاث حاجات، من عايزين ثلاث حاجات رئيسيه. الحاجه الاولانيه الحذر الشديد لاي مسؤول حكومي، بالذات بقى المعنيين بالتواصل مع الميديا الغربيه، في استخدام المصطلحات. يعني انا ما ينفعش النهارده اقول ان الحادث اللي حصل يعني اتكلم بقى على قواعد القانون الدولي وتطبيقه على حادث تفجير الجامع، لان في الاخر لما انا بقول ده انا بفتح المجال مره ثانيه وارجعه لحكايه ان دول جماعه مسلحه بيحترموا قواعد القانون الدولي، غير صحيح. لان الجماعات الارهابيه هي تعد فعل من غير الدوله لا تنطبق عليه قواعد القانون الدولي، واذا بيمارس الارهاب يحق للدوله وفق قوانينها المحليه، قوانين بقى مكافحه الارهاب تكلمت عليها سعاده النائبه، ان هي تطبقها وتحمي امنها القومي. تمام. وبالتالي الحرص والحذر الشديد في استخدام الالفاظ والكلمات المعينه، والتاكيد ان هي جماعه ارهابيه وفقا للقوانين المحليه. تمام. دي واحد. اثنين، اهميه يعني توفير معلومات مكثفة باللغة الإنجليزية. يعني احنا عندنا مشكلة خلال 24 ساعة اللي فاتوا دول مفيش مادة كونتنت أجنبي يتم تداوله. آخر حاجة، المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف مهم قوي إن هو ينشط ويبدأ يتواصل مع الجهات المعنية على مستوى الدولي. كمان بداية تحركه على الأرض. صحيح. حابب نختم مع سيادة النائبة منال ماهر في نفس الإطار ده، إزاي أوضح للرأي العام في العالم كله في الغرب حقيقة الموقف والسياسة المصرية. البرلمان المصري بيتواصل مع برلمانات العالم، بنشوف وفود من البرلمانيين المصريين بيتواجدوا في برلمانات مختلفة، بيحصل تبادل للزيارات. ايه الدور اللي ممكن يلعبه مجلس النواب المصري في ايضاح او توصيل صورة السياسة المصرية الى الخارج؟ الحقيقه يا فندم، يمكن في زيارات سابقه في البرلمانات اللي خارج مصر كانوا دايما بيقولوا لنا احنا بنسمع عنكم مش بنسمع منكم. مش بنسمع منكم. عدم وجود تصريحات متتاليه مترجمه لكل اللغات. يعني انا بعول كثيرا كمان على دور هيئه الاستعلامات، وانا شايفه ان هي ابتدت تلعب دور ايجابي جدا بعد ما تولاها سياده الاستاذ رشوان البان. فانا اتوقع ان لابد من ترجمه هذه الافعال، هذه الكلمات الى كافه اللغات، كافه الافعال اللي بتحصل في مصر. لان هو لا يتناقلوا الا ما هو سلبي، بيتناقلوا من جهات ضد مصر. هي اللي بتروح بتأجر القاعات يا فندم في الأمم المتحدة في البرلمان الأوروبي، وبتلغي تشتري مساحات صحف وبتأثر على السياسات التحريرية لوسائل الإعلام. يعني أنا أعتقد خلال الفترة الأخيرة إلى حد كبير حصل تواصل أفضل من البرلمان المصري مع البرلمانات الدولية، ولكن ما زلنا لم نصل إلى التواصل الكامل، إن تبقى في إعلانات صحفية عن المواقف مستمرة بتوصل للبرلمانات الأوروبية، زي إن إحنا يعني نبقى مش رياكتيف على الحاجات اللي بتحصل عندهم، ولكن برواكتيف، بنبقى عارفين إن في مشروعات بتعد المفروض إن إحنا نبتدي نتكلم عليها ونرد عليها من الأول. الحقيقة برضو يمكن امبارح كان بالصدفة بصيرة كانت عاملة إعلان، كانت عاملة معلومة لطيفة جدا، إن في 14.3 تريليون دولار سنويا بيصرفوا على الإرهاب. عايزين نعرف بقى مين المستفيد. يعني لابد ان احنا اذا يعني هي خلاصه كلام حضرتك بتوافق مع دكتوره ايمان. صحيح. ان احنا محتاجين. صحيح. المعلومه المصريه الصحيحه يا محمد بمفرداتها السليمه، بمسؤول مسؤول عن كل كلمه ولفظ
بمعنى صحيح. الحقيقي مترجم وتعاون صحيح. بين هيئة الاستعلامات وأيضا مجلس ده المفروض يحصل بشكل قوي الفترة اللي جاية. بنشكر شكرا جزيلا دكتورة إيمان رجب الخبير الإقليمي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. بنشكر سيادة النائبة منال ماهر عضو مجلس النواب. بنشكر حضراتكم وصلنا لختام هذه الحلقة بالعمل بالتنمية بالإصرار هنواجه الإرهاب. صباحكم كله خير يا رب، يوم جميل على حضراتكم جميعا إن شاء الله.